أهلا بكم. فقدت الرياضة العراقية وملاعب الكرة اليوم واحدا من أبرز نجومها الذي مثل العراق في العديد من المحافل الدولية. توفي اليوم في بغداد اللاعب الدولي ونجم الكرة العراقية السابق علي حسين عن عمر ناهز 55 عاما إثر مرض لم يمهله طويلا وبعد فترة علاج بين مستشفيات بغداد والسليمانية. ويعد الراحل علي حسين شاب الملقب بالغزال الأسمر أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني في فترة الثمانينات، وخلال فترة قياسية سرق الأضواء من خيرة نجوم المنتخب حينها ومثل العراق في بطولة كأس العالم عام 86 في المكسيك وفي العديد من البطولات العربية والقارية والدولية، كما برز في صفوف فريق الطلبة منذ أيام نادي الجامعة عام 77 وظل وفيا لناديه حتى اعتزاله عام 89 بعد أن شارك معه في نيل بطولة الدوري لأربعة مواسم. يصير بي يعني مشكل عائق وهذا يعني ينزل بي الدهر فيراد له من يوقف، هو طبعا ما محتاج لا المادة تفيد ولا كل شيء، بس هو واحد يريد الكلمة الطيبة والرفقة الحلوة، يعني واحد من يجي يعني يفرح، يعني إذا كان مريض وإذا كان بأي حالة كانت يعني، فهاي تحس بالنفس يعني، وخاصة أنت من كنت تتغنى بيك الملاعب تتغنى بيك كذا، تجي أنت في يوم ليلة وضحاها تلقى نفسك يعني ما يعني تلقى نفسك مركون بزاوية ومنتظر رحمة الله. يلا يا علي 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 حسين وهدف جميل للفريق العراقي. هذا وارتدى لاعب فريقي القوة الجوية وأربيل أشارات السود في مباراتهم التي جرت اليوم على ملعب الشعب الدولي وانتهت لصالح الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف حدادا على رحيل نجم المنتخب الوطني السابق علي حسين.